السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج مايكروسوفت وورد بيقدم خاصية حلوة، لو انت بتعمل سي في فبتلاقي في ريفيو حاجة اسمها مساعد سي في، بيبدأ يسألك بعض الأسئلة، يقولك مثلا انت الوظيفة بتاعتك ايه، فممكن تكتب اي الحاجة اللي انت عايز تعملها، مثلا اكاونت مانجر، مثلا الاندستري اللي انت عايز، فهو بيبدأ يخش على لينكد ان ويجيب لك السيفيهات بحيث تقدر تاخد الكلام وتبدأ تكتبه هنا read more، تختار السي في، تقدر تختار الكلام، قدامك عدد كبير من السيفيهات تقدر تختار ايه اللي ينفع كده في السي في بتاعك، ده بيسهل لك بس الشغل.